السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا introduction ديال الباش شيل، شفنا شنو هو الشيل، شنو كتعني، قلنا هو واحد انترميديا ما بين اليوزر اللي كيخدم تي تي واي ولا يخدم جي يو اي وما بين الكيرنل، يعني هو كيدير كومبيلاتو بحال كومبيلاتو. وشفنا قلنا كاين بزاف ديال لي تيب ديال لي شيل اللي كاينين. مزيان، دابا غادي نشوفو ندخلو نشوفو لي فاريابل. شنو هما لي فاريابل؟ يعني variable is a temporary storage of data in memory. يعني variable واحد، يعني واحد فين كنديرو الداتا، يعني بحال واحد الكونتول، شي حاجه كتهز واحد الكونتول، يعني هي variable. يعني كاش فين كتستوكي الداتا؟ فين؟ في الميموري، مي غير temporary ماشي permanent. مزيان، permanent. هنا it store information that is used for customizing the shell environment. يعني فيها دي زانفورماسيون اللي كيخدموا لنا شيل انفايرمنت، اند باي ميني سيستم اند ابليكيشن بروسيس تو فانكشن بروبرلي. ذا شيل الاو اس تو ستور ا فاليو ان ا فاريبل. يعني الشيل كيعطينا واحد الامكانيه باش نصوف كارتي واحد شي حاجه فين فداك الفاريبل. ذيس فاليو مي انكلود ا سترينج اوف الفا نيميريك كاركترز وايت سبيس اند سام سبيشال كاركتر. يعني اي حاجه يعني نقدروا نصوب غارديو. خصكم تعرفوا بلي كاين جوج في لينكس، كاين جوج ديال لي تيب ديال لي فاريابل. كاين لوكال وكاين شنو هو لوكال وكاين انفايرمنت. يعقلوا عليها لوكال وانفايرمنت. لوكال شنو هو؟ لوكال فاريابل از برايفت تو شيل ان ويش از كرييتد اند ات value cannot be used by processes that are not started in that shell. شنو كتعني لي فاريابل لوكال؟ هي انا فاش كتاوتنتيفيا بواحد اليوزر بحال ياسر وندير شي فاريابل تما انا نزيدها، يعني داك الفاريابل راه ما كتابليكاش على كلشي، ما كتابليكاش على كاع لي زيتيليزاتور يقدروا يخدموا بداك الفاريابل. هذه خصكم تعرفوها. مي هذه بالنسبه ليا، بالنسبه ليا لوكال فاريابل، هذه بالنسبه ليا لوكال variable. هذه من واحد الناحيه. فاش كنجيو للثاني، فاش كنجيو لهذاك بعدا نكملو. لوكال فاريبل از برايفت، بعدا اول حاجه تو شيل ان ويتش ات كرييتد اند كان نوت اند ات فاليو كان نوت بي يوزد باي بروسيس ذات ار نوت ستارتد. هذه قريناها. دابا غادي نشوفو انفايرمنت فاريبل. environment variable هما دي variable اللي كاينين في الشيل واللي كيتابليكاو على كل على السيستم كامل، يعني كيتابليكاو على global، يعني كيتابليكاو على لي سيستم، على السيستم كامل. هاي اجي نقراو. هاي is passed from the current shell to the sub shell during the execution of a script. In other words, the value stored in an environment variable is passed from the parent process to the child process. يعني باش نفهمو مزيان، environment variable كتابليكا على كلشي، يعني في اي utilizator يقدر يخدم بهم ويقدر يشوف. مي local كيكونوا متعلقين بداك اليوزر، يعني غير بواحد اليوزر سبيسيفيك. الا مشينا نشوفو غير local variable بحال هكا، نمشيو للسيرفر، هو السيرفر اللي خدامين به. هنا عندنا قلنا الفاريابل كاين لوكال فاريابل وكاين انفايرمنت فاريابل. بغينا نديرو واحد الفاريابل بحال انا مكونيكتي بواحد يوتيليزاتور كيما كان بالروت ولا، وبغيت ندير واحد الفاريابل جديد. كيفاش كنديرو الفاريابل جديد في الشيل؟ الشيل كيعطينا باش نزيدو دي فاريابل، كنديرو السميه ديال، ندير السميه ديال الفاريابل اللي بغينا بحال فار، بحال هكا فار واحد، ونديرو ايكال، ونديرو لو بغينا يكون فيه واحد الكونتول نسميوه ياسر الغاز هاك. كرر هيدو هادي هاك، نديرو غير ياسر بحال هكا. ياسر هاو فار واحد، عطيناه شنو؟ عطيناه ياسر. هادا دابا فاريابل سميتو فار، شنو ستوكينا فيه؟ واحد الكلمة سميتها ياسر. بغينا نافيشيو هاد الكلمة، كيفاش كنديرو لها؟ ايكو ونديرو دولار. فاش دولار شنو كتعطينا الامكانية باش نافيشيو لي فاريابل؟ دولار فار واحد بحال هكا. هيا افيشاتنا
فيشتنا ياسر مي هاد الفاريابل كيتسمى لوكال حيت حنا زدنا على حساب اليوزر. بالنسبه واحد هاد كندوزو للانفايرمنت فاريابل. انفايرمنت فاريابل كيكونوا ديجا كاينين شي سليم يعني كاينين في السيستم يعني حنا ما كنحتاجوش نكريوهم وكيديروا شي خدمه. شنو هي هاد الخدمه؟ اول حاجه باش نافيشيو داك لي انفايرمنت فاريابل كاين واحد الكوموند سميتها env يجيو هكا سميتها env هكا. ها هما لي فاريابل اللي كاينين كاملين فين اللي كاينين في السيستم. ها هما الا قالوا لك افيشينا انفايرمنت فاريابل ها هما كاملين. هوست نايم حتى هو ها هو هوست نايم. فاش كنديروا هوست نايم ها هو حتى هو فاريابل. شير فاش كتبنا الشير في لا فيديو اللي داز درنا ايكو دولار شير عطانا هذه يعني هذه انفايرمنت فاريابل. هادوم كاملين انفايرمنت فاريابل كل وحده باش كتصلح. بي دبليو في دي شنو كتعني؟ حتى هي فاريابل. بي دبليو في دي يعني فين كاين فين خدامين حنايا يعني فين الورك ديريكتوري. المايل فين كاين ها هو. هادوم كاملين الهوم هذا فاريابل. لوغ نايم فاريابل. هادوم دي فاريابل اللي كيديروا لنا واحد الخدمه يعني ديريكتومون ان نكتبوا غير ايكو دولار هوم غادي يعطينا سلاش روت. كتبنا ايكو دولار بي دبليو في دي غادي يعطينا سلاش روت يعني هادو كيتسموا دي فاريابل يعني دي فاريابل. ها هو يعني هادي درنا نمشيو ندوزو لهنا هكا. هادو هما دي فاريابل بحال ديسبلاي ستور ذا هوست نايم يعني هيست فايل ديفايند فايل فور ستورينغ ذا هيستوري اوف اكسكيوتد كوماند هيست سايز يعني ديفايند ماكسيموم سايز فور ذا هيست فايل. شنو هادي ديفايند فايل فور ستورينغ فين كتستور هاد هيست فايل يعني فين كتستوك هذاك لي هيستوري ديال لي كوماند الهوم سيت ذا هوم ديريكتوري باث لوغ نايم ستور ذا لوغ ان نايم مايل كونتين ذا باث فور ذا مايل ديريكتوري. وهنا باث ديفاين ا كولون سيبريتد ليست بي دبليو في دي ستور ذا كارنت ديريكتوري. باش نفهمو مزيان بحال عندنا بي دبليو في دي هاي غادي نجيو لهنا هكا كنديرو شنو ايكو دولار بي دبليو في دي مي ماجيسكي هاي راه حنا في سلاش روت. نجيو عاوتاني نديرو الشيء الهوم هاك هاكا وما ماجيسكي ها هما حنا فين راحنا في سلاش روت فمزيان. هادي بالنسبة شنو هادي بالنسبة للشيء الفاريابل انفايرمنت يعني كاين لوكال فاريابل و فاريابل انفايرمنت. هادو ديال هادو خصكم انفايرمنت فاريابل و لوكال فاريابل يعني كاين جوج ديال لي تيب. لوكال فاريابل اللي كيخدم اي يوتيليزاتور يعني عندها علاقه بيوتيليزاتور لا زاده مي انفايرمنت فاريابل كتابليكا على السيستم كامل يعني اي يوتيليزاتور يقدر يخدم داك لي فاريابل اللي كاينين. فنتمنى تكون استفدتم هاد لا فيديو. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش نكملوا لي بارتي اللي مازالين. السلام عليكم.